تجمع نحو 100 متظاهر مناهض للهجرة في العاصمة السويدية ستوكهولم مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ستيفان لوفين. جاء ذلك بعد انتشار مجموعة من الملثمين ليلة الجمعة في شوارع المدينة ووزعوا منشورات تهدد الشباب المهاجر المشرد في الشوارع. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 2 من الملثمين، بينما أشار وزير الداخلية أندريش إيغمان إلى أن الهجمات نفذت من قبل جماعات عنصرية لنشر الخوف والكراهية، وكان لابد من استخدام القوة على حد تعبيره. هذا وسلطت تلك الحوادث ضوء على التوتر المتزايد بشأن الهجرة في السويد التي تلقت 163 ألف طلب لجوء في العام الماضي.